الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الدرس 15، تدريبات على الشدتين في كلمة. هذا الدرس عندما تدريبات على كلمات، عندما يأتي شدة وشدة في كلمة واحدة. ننتبه ونردد معا حتى نحفظ الكلمات. ياء فتحة ياء، زاي شدة فتحة يز، زاي شدة فتحة يز، كاف شدة فتحة يزك يزك، ألف صغيرة مد طبيعي يزك 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 يزك، نضغط على الزاي والكاف عشان حروف مشددة. يزك 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 يزك. طيب السؤال، أين الحرف المشدد أو أين الحروف المشددة في هذه الكلمة؟ الزاي والكاف. ياء فتحة ياء، ذال شدة فتحة يذ، ذال شدة فتحة يذ، كاف شدة فتحة يذك، راء ضمة رو يذكر 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 يذكر، نقف عليها بالسكون العارض مع تفخيم الراء. يذكر 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 يذكر. أين الحرف المشدد؟ الذال والكاف. همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح. لام سكون قمرية مظهرة. ال ميم ضمة مو المو، دال شدة فتحة المد، ثاء شدة كسرة المدثي المدثي المدثي، راء ضمة رو المدثر 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 المدثر، نقف عليها بالسكون العارض مع ترقيق الراء. المدثر 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 المدثر. طيب سؤال، في الكلمة السابقة قلنا مع تفخيم الراء كلمة يذكر عند الوقف، أما هنا قلنا مع تركيك الراء. لماذا؟ لأن الراء جاء قبلها حرف مكسور فترقق، يبقى نقف عليها بالسكون العارض مع تركيك الراء. المدثر 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 المدثر، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح. لام سكون قمرية مظهرة. ال ميم ضمة مو المو، زاي شدة فتحة المز المز المز، ميم شدة كسرة مع الغنة المزمي المزمي المزمي، حرف النون والميم لما يكون مشدد بيكون في غنة كده المزمي المزمي، لكن الغنة حركتين بس لا نطيل فيها. المزمي المزمي، لام ضمة له المزمل 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 المزمل، نقف عليها بالسكون العارض. المزمل 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 المزمل. أين الحرف المشدد؟ الزاي والميم، والحرف اللي فيه غنة الميم. عين كسرة عي، لام شدة كسرة علي علي،
ياء شدة كسرة علي علي علي، ياء سكون مضي طبيعي وصلا علي، نون فتحة ناء عليين 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 عليين، نضغط على الياء عشان مشدد عليين 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 عليين، نقف عليها مد عارض للسكون عليين 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 عليين. طيب متى نعرف ان ده مد عارض للسكون؟ اذا كان قبل الحرف الاخير مد حرف مد الف او واو او ياء زي الكلمة دي كده عليين، ربنا يجعلنا في عليين. عين كسرة عي لام شدة كسرة علي، ياء شدة ضمة عليو، واو سكون مد طبيعي عليو، نون فتحة ناء عليون 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 عليون، نقف عليها مد عارض للسكون عليون 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 عليون. أين الحرف المشدد في هذه الكلمة؟ طيب الحرف المشدد هو اللام والياء، ولا يوجد حرف في غنة في هذه الكلمة. بقية الكلمات هقرأ وبقى تهجي سريع. همزة كسرة إي، نون شدة كسرة مع نون شدة فتحة مع الغنة، إن همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام شدة فتحة إن لا ذال كسرة زي إن الذي، ياء سكون مضي طبيعي وصلا إن الذي، نون فتحة ناء إن الذين إن الذين، همزة كسرة إي لام شدة فتحة إلا ألف سكون مضي طبيعي وقفا إلا، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام شدة فتحة إلا لا ذال كسرة ذي إلا الذي، ياء سكون مضي طبيعي وصلا إلا الذي، نون فتحة ناء إلا الذين، ميم كسرة مي نون سكون مع الإخفاء الحقيقي من، طبعا الإخفاء الحقيقي يأتي في المصحف بتكون الميم معلاش حاجة، إلا الذين من، شين فتحة شاء من شاء، راء شدة كسرة شري، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام سكون شمسية مضغمة في النون المشددة مع الفتح مع الغنة في النون، من شرنا من شرنا، فاء شدة فتحة من شرنا، فاء ألف صغيرة مضى طبيعي من شرنا، فاء ثاء فتحة ثاء من شرنا، فاء ثاء فتحة ثاء من شرنا، فاء ثاء ألف صغيرة مضى طبيعي إن من شر النفاثة، تاء كسرتي من شر النفاثات من شر النفاثات، فاء فتحة فاء عين شدة فتحة فعاء، لا ألف سكون مد طبيعي فعاء، لام ضمتين لون فعال، لم ضمتين مع الإدغام من غير غنة في اللام المشددة مع الكسر لأن اللام من حروف كلمة رل، فعال لي ميم فتحة ماء لما، ألف سكون مد طبيعي لما، فعال لما فعال لما، ياء ضم يو راء كسر ري يري، ياء سكون مد طبيعي وصلا يري، دال ضم دو يريد يريد، نقف عليها مد عارض للسكون يريد،
فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال لما يريد. وفي هذا الحد الكفاية، ونسأل الله الهداية. يقرأ هذا الدرس 3 مرات ويسمع إن شاء الله.